بلال نمتي؟ ايه والله، شو صاير؟ كأنك متضايق، قول شو في؟ ايه والله كتير تعبان. وليش؟ من ورا عايدة ما هيك؟ ايه، واهلي كلهم عم بيضغطوا علي. ولا يهمك، انت هلأ وين؟ انا ماني بالبيت. طيب ما بدك تحكي لي شو صار؟ شو رح أقلك؟ ما بعرف. انت اذا ما حكيت لي انا ما فيني ساعدك بشي. تعال عندي بهذا الوقت، ما بقدر. كيف بدي اجي؟ شو عم تحكي؟ قديش الساعة؟ عائشة الله يوفقك. بلال، انت بتعرف اختي؟ لك انا بالنهار مو قدران اشوفك منيح، بقى هلأ كيف بدي اجي بهالليل؟ ايه بس انا محتاج لك بهالوقت. تمام، رح حاول. بس انت وينك؟ فهمت، خليك عندك. لا انا رح اجي لحالي. يلا بشوفك. ما عم صدق انه انا هون هلا. مو على اساس انت رفيقتي بكل شيء؟ اكيد، بالاول هربنا من الصف وبنص الليل هلا طالعه معك، يعني من تحت راسك وراس رفقتك صرت اعمل هالقصص. الحق كله عليكي لانك حببتيني فيكي. ما بدك تقلي شو صار معك؟ عائشه عقلي مخربط هالكم يوم. وليش مخربط؟ يعني شو صار؟ اخواتك في لهم علاقه بالقصه؟ لك هالبنات ما عم بيعجبني انه يكونوا معنا هون. بس من جهه تانيه بلشت تتقبل انه هدول البنات هن اخواتك، مو هيك؟ ايه يعني انا هيك عم بفكر. وبالطرف الثاني امي وعمي، وأنا صاير عم شوف بابا بمنامي. عم تحس حالك كأنك علقان بيناتهم، عم بحكي صح؟ بتعرف شو؟ أنا لما أختي هربت حسيت إنه هيك صار معي. بابا زعل منه وأمي كانت تبكي طول الوقت، وأنا مثلك كنت قلقانة عليها كتير وخايفة ومتضايقة، وبنفس الوقت كنت حس إنه هي ما إلها ذنب. شو صار بعدين؟ شو صار؟ لما بقيت لحالي ما حدا دعمني غير اختي، يعني عقولة المثل وقت توقع البقرة بتكتر عليها السكاكين. بيتنا نهار فوق راسنا يا بلال، وانا امي وابي ماتوا وتركوني لحالي، وانا بقيت ايام كتيرة عم استنى حدا يوقف معي. كنت بحاجة لأي حدا، وصبرت لحد ما رجعت أختي لحياتي وساعدتني كتير، وبوقت عرفت أنه أنا ماني لحالي. إذا كان لك إخوة بهالدنيا بتكون بجد محظوظ. والله بلال، بس مشكلتي هلأ معقدة. مزبوط، انت وضعك غير، بس لما تحس بمشاعر حلوة معهم لا تلوم حالك وتلومه، وقوعوا تزعلوا لأنه وقتها رح ازعل مثلكم. شو هالحكي؟ طبيعي، الرفقات بيزعلوا على بعضهم. بس انتي ما تزعلي، اوعك تزعلي، اتفقنا؟